بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. ربنا اجعلنا من أسعد خلقك في الدنيا والآخرة خاصة أثناء هذه الأيام المباركة، أيام رمضان. وأنت قلت في شأنه كثير في القرآن، وقلت عن صيامه حديث القدس المشهور: كل بني آدم قد كل بني آدم كل عمل بني آدم له ابن آدم له إلا الصوم، وهو لي وأنا أجزبه. صدقت يا ربنا. ناخذ الآية 21 من سورة ألف لام ميم السجدة: ولنذيقنهم لم توكل على رب خلق هكا مصبحنا هكا، احنا التوانسة صبحنا هكا. صباحك نوفق في البداية وقرآن أو حديث وقول الناس حسنا ولا حاجة كفاك ولا كلمة خير وغيره وغيره، قداش من إذاعة فيها النفاق في الصباح شكله، وبعد حد ما توفى هذيك لا باش طردوا الملام. بعد صبحنا هكا تونس، هكا تونس بحكة من الله سبحانه وتعالى تمشي بخبري كان من جراء فئكم المنبوذ الذي لا يبارك الله بل يلعن أهله، وربي يجعل هباء منثور فعلكم. فيقوا يا ناس قبل ما فوات الأوان، لأنه حين فوات الأوان تكونوا في أهل الخسران، من ضمن أهل الخسران. ولا كلام عن حالكم السيئة قبل القبور وفي داخل القبور، وهي هنا بالنسبة لكم حفر من النار، وأثناك الحفر من النار عندك حياة برزخية مشؤومة وفيها نيران العذاب. أما العذاب الأخروي حدث ولا حرج، ولكن ما تقدر تتحدث إلا ما تعرف القرآن، تدرس دراسة علمية عشان تعرف ما هي درجة الحمقى الذين اختاروا الكفر كفر والنفاق عن التوحيد لرب الآفاق. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى ترمو من الدنيا، هذا شيء قدام ما نمشي نجرى بعد. لا تقول لي هاو تعذبت وريت العجب وجاء بعد الحادث، فاجعة في الطريق أو فاجعة في المنزل أو فاجعة في المعمل أو فاجعة في الإدارة، ما تعرفش تولي عاد جبه يا إلهي، هل راني كيف مش فين، وتولي كيف من الخلق كيف من الكل، ولا كيف سالف أيامي مش نعمل، وهو مانيش مش نقلل من ذكر، ومانيش مش نقلل من إحسان إلى خلقك، وبعد ما مشيت يعني تسقط على طول من النات الديبة وتوعد وتخلف بعد بكل وقاحة وكان شيء لم يكن. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، هي أقل درجة في التعذيب وفي الإيلام وفي الإهانة. يبدع بيكم العذاب، حطوها في بالكم، كرامة ضاعت لكم على طول، كرامة البشرية وقد كرم بني آدم لحد لكم، كرامة الانتساب إلى محمد عليه الصلاة والسلام ضاعت لكم، الكرامة الثانية ضايعها أخطر من ضايعها الكرامة الأولى. خدموا المادة الشحمة اللي يقول عليها بوريبة، هو جاهل بها وجاهل بأسرارها وجاهل بخيرات وظائفها. يقول لك اللي يحبك يقول لك الله يمتك بصحتك، ليش؟ خاطرها في ضربة أمراض الجنون وأمراض الغرور وغيره وغيره، مش متمتع يتهيأ له اللي قال يتمتع، وبعض يسرق ويسيع كيما الإناث تسيع وقت اللي إير خليلها الفاسد الفاسدة يمشي يزور فرجها الخبيث و الفاجان بتاعها، وفما من يقول للوج دي فاجان، يعني يزن من قيمة الفجع المال، هذه من
حتى الكرب عندهم يقولوا راه، لكن الكتب الصفراء اللي ظهر في علم النكاح هذاك ضيع الأمة، زاد خربها، خربوها بني أمية بفسوقهم، وشجعوا الناس اللي يتبعهم باش يفسقوا معاهم في الهوى السواء، باش ما يكونوش نهارهم شاهدين عليهم يوم القيامة، وما يكونوش هنا يقوموا ضدهم بثورة. راهو شيء كبير فساد، وكان فساد مركز على استكتاب الدين ولم يقدر الله حق قدره، وكان فساد مستوى الجنس يضرب يسرع، مستوى المال كله حرام أو جلو، مستوى السلطان اللي أغلب الأحيان يجي عن طريق قضاء عن أهل السلطان الشريف السلطان النظيف، ماذا منهم كيف السيسي وماذا ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، ولكن ما يرجعون مش عاد ما تعمل، لا ينفع العقار بما أفسده الدار، مش الدار أي الله، أفسده حال من أراد الدنيا والسلام.